مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، شوطنا الثاني هنا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل هنا بالانطلاقات والتحديات الجميلة. نصير معكم هنا مع شوطنا الثاني للقعدان، هنا نسير بالانطلاق نتابع الصدارة والمقدمة. هنا مختال محمد بن سلطان بن علي الحافري الاجتبي، بينما هناك شاهين سعيد بن عبد الله بن ضاعن. هنا من ياتينا بالانطلاق وتحدي الوصول من شاهين سلطان بن سيف بن معضد المشغوني من الجانب الاخر، وهنا القادم ايضا شعار بالغافريه ينطلق بهذه التحديات مع عماش محمد بن راشد بن سعيد بالغافريه. من ياتي على المركز الرابع، المركز الخامس شاهين سليم بن حليس بن حصيبان العويسي، ولكن الصداره مع شاهين على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط سلطان بن سيف بن معضد المشغوني. وياتي ياتينا شاهين سعيد بن عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي هنا بانطلاقته وتحدياته. هناك مختال محمد بن سلطان بن علي الحافري الاجتبي هنا الانطلاق والتحدي الاخير، وبن حصيبان مع شاهين سليم بن حليس بن حصيبان العويسي، ووصل هنا وصل ابو مطر هنا مع شاهين سعيد بن مطر بن محمد الرميثي القادم بهذه الانطلاقه، ولكن شاهين على الصداره على المقدمة والمركز الأول صدارة هذا الشوط سعيد بن عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي. من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط معلن الفوز ومعلن الناموس هنا بهذا الانطلاق هنا والتحدي. سلام سلام للبسة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل بهذه الانطلاقة لشاهين لسعيد بن عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي، من اعلن الفوز واعلن الناموس. تهانينا وسلام لإمارة أم القوين على هذا الفوز المميز ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني سعيد بن مطر محمد الرميثي، المركز الثاني عبد الله بن خليفة بن سالم بالصقعة، المركز الثالث هناك المنطلق شعار بن حصيبان. من أتانا بالانطلاق ودقيقتين و15 ثانية هو التوقيت الزمني لشاهين. تهانينا لسعيد بن عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي.